السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد بلال وهنشارك في جيكويري 2 فلوب ديزاين، وده مشروعي عن الـ ATM. الـ ATM تدخل مثلا على نيد هيلب عشان احنا مش عارفين هنعمل ايه. دوس بلاي للفيديو ده. ولكن انت ممكن تدخل على كونتاكت اس تبعت لو انت عندك مشكلة معينة. ممكن تدخل على نيد هيلب عشان تعرف تاخد مساعدة، ممكن تدخل على الهوم بيج وتكتب الرقم بتاع الكارت بتاعك والسي في في وتدخل وتعمل اللي انت عايزه. ده ممكن هنطلع بقى. ممكن في زرار ريلود الصفحة، ممكن تعمل ريلود للصفحة لو هي فيها مشكلة. ممكن ندخل على كونتاكت اس ونقول مثلا ان احنا عندنا مشكلة. سند. ممكن ندخل بعدها على الهوم بيج، وبعدها اول ما الماوس بتاعك يلمس عشان تكتب تلاقي يعني مش هتظهر قدامك اللوجو وبنك اي تي ام وباي احمد بلال، ومكتوب هنا هاي يا ام احمد بلال ام ديزايننج ويلكم تو ماي بروجكت. السي في في الكارد نمبر ولا السي في في ده. دوس نكست. تعمل سحب، ايداع، تحويل، تصفر عن رصيد اخرى او اكزيت. مثلا نعمل سحب $100 ونروح جيت. ستوري بوكس اوديو. نعمل دوس نيكست. نعمل عملية أخرى وممكن دوس إكزيت. طبعا هنعمل عملية أخرى. نعمل مثلا إيداع، مثلا هنعمل إيداع $1000. دوس دن. دوس نيكست. نعمل عملية أخرى. ممكن نعمل تحويل للرقم دوت الحساب ده $1200. دوس دن. يقولك التحويل تم بنجاح. هذا دوس دن. ممكن نعمل النظر الترانزاكشن. ممكن نستفسر عن الرصيد. بيقولك معاك $3000. نظر ترانزاكشن. ممكن تدخل على اوبشنز تغير كلمة السر. قدام نعمل عملية اخرى على اوبشنز تاني. ممكن نشوف اخر عام حاجات انا عملتها. كشف رصيد، كشف حساب ولا ايه. هتلاقي ان انت في يوم كذا سحبت كذا، في يوم كذا سحبت كذا، في يوم كذا ادعت كذا وسحبت وادعت وهكذا. another transaction. ندخل على options تاني ونضيف رقم تليفون علشان لو لا قدر الله حصل اي حاجة يبقى نقدر نرجع البطاقة والكارت. ندخل options تاني بقى. لو خلصت كده خلصنا، ممكن ندوس back يبقى. ممكن لو خلصنا خالص ندوس exit. ده بالك سانكشن ريزنك اول ويب سايت، وده كان مشروعي.